بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم ضياء والقرآن نورا، ورفع الذين أوتوا العلم درجات، وكان ذلك في الكتاب مسطورا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نعمة بعد نعمة ورحمة بعد رحمة تتوالى علينا من العلي القدير في أفضل الشهور، الذي أيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات. جاء إلينا حاملاً بين طياته ما لا خطر على بال أحد، وكيف لا ونحن الضيوف، ورب الأرباب العزيز الوهاب وعاتق الرقاب هو المضيف. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، ودعلتم فيه من أهل كرامة الله، فيه هدايا وجوائز وعطايا من الرؤوف الكريم. يا رسول الله، ما تلك الهدايا؟ أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. من بين أرجاء هذه النعم أطل على العالم الإسلامي نور الإمامة من ذلك البيت المبارك. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستقبل ذلك المولود المبارك سبطه وحفيده، أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى. أول صوت قرع سمعه هو صوت جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، علة الموجودات وسيد الكائنات، أنشودة ذلك الصوت. الله أكبر، لا إله إلا الله. فإذا بذلك النور يشرق على الدنيا، أن ابشروا فقد ولد الكريم ابن الكريم. السلام عليك سيدي ومولاي ورحمة الله وبركاته. السلام على المجتبى التقي الزكي السبط الطيب السيد الولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وأيامنا، وتقبل الله صيامكم وصيامنا بسرور بالغ وشرف رفيع، وبرعاية الأمانتين العامتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، وتحت شعار الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، معز المؤمنين وإمام المسلمين، تنظم الهيئة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام المهرجان السنوي المركزي 16 بذكرى ولادة الإمام المجتبى عليه السلام. على بركة الله نبدأ هذا المهرجان بتلاوة آيات بينات من الذكر المبارك الحكيم، ننصت إليها خاشعين بصوت القارئ يوسف حكيم البكري. يتفضل، نستقبله بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العلي العظيم. شكرا جزيلا للقارئ يوسف حكيم البكري على هذه التلاوة الطيبة المباركة. إلى الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الذين انتقلوا إلى جنان الخلد مدرجين بدمائهم الزكية، الذين شرفهم الله تعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، الذين تعجز الكلمات عن وصفهم إلا أنهم حقا الأجل قدرا والأعظم مثوبة وأجرا، لشهدائنا الأبرار من قواتنا الأمنية وحشدنا وإلى روح علمائنا الأعلام نقف إجلالا لهم لقراءة سورة المباركة الفاتحة. نبقى على هذه الوقفة المشرفة لينشد على مسامعكم الكريمة النشيد الوطني العراقي، ويليه نشيد العتبة العباسية المقدس والموسوم بلحن الإباء. بس هل هذا كافي؟ أكيد لا،
طريقة، بل إحنا لازم نشوف الإمام الحسن عليه السلام بشكل أوسع وأبعد، واللي هي الطريقة الثانية والفرحة الثانية، أنه إحنا نفرح لولادة مشروع إلهي وننظر للإمام الحسن كمشروع إلهي امتداد للنهج الإلهي. فخواص المؤمنين هم اللي ينظرون إلى فرحة الولادة بهاي الطريقة. بس يا سيد جعفر سؤال، إحنا ليش لازم نفرح بالمشروع الإلهي أكثر؟ أكيد لأن الإمام الحسن وبقية الأئمة عليهم السلام ضحوا بأجسادهم لبقاء القضية الكبرى، واللي هي المشروع الإلهي اللي يتمثل بإحياء دين الله والحفاظ على أحكامه وحدوده، والوقوف بوجه كل محاولات بني أمية اللي هي محاولات لتزييف الدين، محاولات لتفريغ الدين من محتواه. نعم، الإمام الحسن عليه السلام دافع بكل قوة وتحمل أنواع المآسي حتى يوعي الأمة ويفضح نفاق بني أمية. وهذا الإمام العظيم بيّن لنا معيار القرب والبعد للأئمة عليهم السلام، واللي هو المودة لهم والإخلاص لمنهجهم لا شيء غير ذلك، عندما قال عليه السلام: البعيد القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. ختاما نحب أن نشكركم على حسن استماعكم، وبهاي المناسبة السعيدة إحنا إن شاء الله راح نقدم لكم عرض مسرحي بعنوان النور الرادع. ولدت فاطمة. الله أكبر الله أكبر. سميه الحسن. فأخذه وأذن له في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى فسره
وغداهم الرزق، وكان أول طعام يسكن الجو، وقال: اللهم إني أعيذ بك وولدي وذريتي من الشيطان الرجيم. أمين. ماذا أسموه؟ سأل رسول الله عليا: ما أسميته؟ ماذا قال؟ قال: ما كنت لأسبقك بتسميته. فسكت رسول الله ثم قال: سمه الحسن، اسم جميل، وكأنه بأبي محمد. وليس هذا فقط، بل لقبه أيضا. لقبه؟ وبماذا لقبه؟ ألقاب عديدة، منها المجتبى، الزكي، وغيرها. أما اللقب الذي تنهد الرسول حينما أراد نطقه، فهو يعطي شعور الفخامة لهذا المولود وكمية عظمته. وما هذا اللقب الذي فوق كل ما ذكرت؟ السيد. السيد؟ من يسر وضعه الله لهذا المولود ليحظى بهذا اللقب؟ لا، بل قل أي ابتلاء سيلاقي في حياته. هنالك من تطاول على الحسن ووصفه بالباغ في مهادنته معاوية. كيف تجلى هذا الانطباع وصار شائعا بين الناس، مع أنه يعطي على الحسن غير الانطباع المطلوب، وهو إمام الأمة بعد أبيه؟ نعم، وأولهم المستشرقون. ماذا؟ تعني إن المستشرقين هم الذين شوهوا صورة الإمام الحسن؟ أجل، واتضح ذلك من قوله مصالحة لمعاوية على مصالحة رسول الله لبني ضمرة وبني أجع وأهل مكة حينما انصرف من الحديبية. وحسب علمي أولئك كفار بالتنزيل، ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل. حسناً حسناً، نعيد ترتيب الأوراق من جديد ونبذ كل ما هو زور وبهتان على الحسن. كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم.
أجل الإعلام. الإعلام من جعل المستشرقين والخارجين عن فكر الإسلام هو نفس من جعل الملتفين حول الحسن يميلون إلى معاوية كما يميل الماء نحو الوادي. لقد كرس الحسن كل زمانه لمشروع أبيه وإحياء سنة جده النبي في الأمة، وأن يفضح معاوية عند أهل الشام بأنه كاذب وأن عليا مظلوم وأن الحق معه، كما استمال معاوية بعض الوجهاء بماله فاستطمع من في قلبه مرض، ومنهم من راسل معاوية وراسله معاوية وأرسل له بعض الأموال، ومنهم من أخذ وعدا بالولاية على بعض الأقطار. إن الحسن صمم على القتال وحث الناس على الجهاد وأرسل جيشا إلى الحدود والثغور، بل خرج بنفسه بعدما استخلف ابن عمه المغيرة بن نوفل على الكوفة، وتخلف عنه خلق كثير ولم يخرجوا معه بعد أن وعدوه بالقتال ضد عدوه، لكنه ظل معسكرا في النحيلة ولو مقلة عن الجيش مقارنة بجيش عدوه. ولا تنسى أنه سير أحد القادة المقربين ب15,000 مقاتل يدفع معاوية عن حدود العراق، ولكن معاوية اشتراه بمليون درهما فقبض الثمن وانضم إلى العدو، وكانت خيانته نصرا كبيرا لمعاوية. وهنا جمع معاوية كل ما أتاه من كتب أصحاب الحسن التي وعدوه فيها بتسليمهم الحسن أو الفتك به، وأرسلها إلى الحسن مع بعض من أصحابه. ماذا لو كانت تلك الكتب مزورة؟ لقد تأكد الحسن من نسبتها لأصحاب التواقيع، وقد أراد بذلك أن يتصدع جيش الحسن ويتمسك. تقصد أهل العراق؟ كلا، يكون أهل العراق يوماً ضد الإمام الحسن بن علي. لقد بايع العراقيون الحسن حاكماً عليه ولم يترددوا في دعم قضيته التي هي قضيتهم. لقد نهض العراقيون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. لقد حفظ هذا الحسن بذكائه ونباهته، فلقد جاد الحسن بكل ما يملك لحقن دماء المسلمين. وإن الرسائل التي لدي التي فيها أجاب الحسن معاوية، إني أسلمك العراق تضمه إلى الشام لترجع أمة النبي واحدة تحفظ فيها القبلة والكتاب بشروط أكتبها لك وتلتزمها. تلك الفترة المحفوفة بالخطأ والإعلام الكاذب كانت من أخطر الفترات، لكن مع ذلك كسبت تلك الفترة على عمق التفكير والتخطيط الإمام الحسن الذي يستهدف الهداية وحفظ الكتاب. وهنا تكمن أهمية قعود الحسن عن حرب معاوية، أليس كذلك؟ بلى، كما تكشف عن وعي العراقيين لذلك العرض حيث تجاوبوا معه وآمنوا به وحققوا للحسن حسن ظنه بهم وهم حفظت حوزته ودماره، كما حققوا لعلي إن بعث لمعاوية قائلا: وما أهل الشام بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة. وهنالك من يتساءل: وما الذي جنته الأمة من هذا الصلح؟ ما الذي جنته؟ يكفي أن السنوات من 40 إلى 50 للهجرة كانت من أروع سنوات الأمة الإسلامية على الإطلاق بعد سنوات النبوة وسنوات علي حين بويع، كما كانت فترة مهمة لقيام الحسين للاستعداد للثورة الكبرى بعد أن نكث معاوية بشروط الحسن. وأنتم، نعم أنتم، أنت وأنت وأنا، تعتقدون أنكم في معزل عن امتحان
الصحابه في زمن الامام الحسن؟ كلا كلا، بل ان القابض على دينه في هذا الزمن كالقابض على جمره. هذه الامه الاسلاميه تعيش الوضع نفسه الذي عاشته الامه في زمن الامام الحسن عليه السلام، بل اصعب من ذلك بكثير. فلنكن واعين لما يحدث، ونعمل ونفكر ونعلي راية الإسلام الجريح. أيها السادة، إن الحسن عليه السلام قد ضحى من أجل هذا الإسلام بكل ما أوتي من قوة. هل أنتم مستعدون للتضحية؟ أجيبوا، هل أنتم مستعدون للتضحية؟ التضحية بذاتكم وراحتكم وأموالكم وبكل ما تحبون من أجل نصرة الحق والعدل. ونحن اليوم علينا أن نغض النظر عن مصالحنا، عن شهواتنا، عن رغباتنا الشخصية، ونعيد الإسلام إلى الحياة بنصرة المستضعفين والمحرومين ومواجهة الظالمين والمنحرفين بالعلم والعمل الصالح وتهذيب النفس ونكران الذات. نعم، هذا هو الحب، هذا هو الولاء، هذا هو التمهيد لدولة الحق، دولة الإمام المهدي عجل الله. باسم الخالق الباري تعالى، بصبغ المصطفى نحيي احتفالا، بصبغ المصطفى نحيي احتفالا، بيوم المجتبى اهلا مرحبا، بيوم المجتبى اهلا مرحبا، اهلا مرحبا. فهنوا جده المختار، هنوا عليه سلموا حبا وصلوا، عليه سلموا حبا وصلوا، عليه وعلى الآل صلاة تسعد الحال، عليه وعلى الآل صلاة تسعد الحال. هنوا الزهراء، هنوا الكرام، هنوا الحسين، أبا الأحرار، نور المجتبى أنا تجلى، وأضفى بيننا هذا الجمال، وأضفى بيننا هذا الجمال، بيوم المجتبى أهلا مرحبا، بيوم المجتبى أهلا مرحبا، أهلا مرحبا. باسم الخالق الباري تعالى، بصبغ المصطفى نحيي احتفالا، بصبغ المصطفى نحيي احتفالا، بيوم المجتبى اهلا مرحبا، بيوم المجتبى اهلا مرحبا، اهلا مرحبا. يا الحسن عيد المجتبى في خير شهر، فنبي الرحمة سماه حسنا وبأمر الله، فنبي الرحمة
خالق الباري تعالى بصبغ المصطفى نحيي احتفالا بصبغ المصطفى نحيي احتفالا بيوم المجتمع اهلا مرحبا بيوم المجتمع اهلا مرحبا اهلا مرحبا يا الحسن شجاع صابر صان المبادئ لم يرضخ لاطماع المناوي لم يرضخ لاطماع المناوي تحدى على سفيان تحدى آل سفيان ولم يخضع لطغيان في نهج أبيه في نهج أخيه سرنا بثبات قاومنا الضغط قاومنا الضغط بفضل الله مولانا تعالى انتصرنا كنا في الحرب رجالا انتصرنا كنا في الحرب رجالا بيوم المجتبى اهلا مرحبا بيوم المجتبى اهلا مرحبا اهلا مرحبا باسم الخالق الباري تعالى لصبغ المصطفى نحيي احتفالا لصبغ المصطفى نحيي احتفالا بيوم المجتبى اهلا مرحبا بيوم المجتبى اهلا مرحبا اهلا مرحبا وإياكم مع كلمة الأمانتين العامتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية. يتفضل بإلقائها رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية ورئيس قسم المواكب والشعائر الحسينية في العتبة العباسية المقدسة الأستاذ السيد عقيل الياسري، يتفضل محفوفا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السادة الأفاضل أصحاب السماحة والفضيلة، السادة الأفاضل قدام العتبات المقدسة، السادة الأفاضل القوات الأمنية المواكب الحسينية في مدينة الحلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل حسب مقامه ورتبته، أحب الألقاب والمقامات. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من هذه الآية الكريمة نبدأ على بركة الله احتفالنا السنوي 16 بذكرى ولادة السبط الأكبر لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله مولانا أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام. وقد توسم مهرجاننا هذا لهذه السنة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام معز المؤمنين وإمام المسلمين. نعم أيها الأحبة، فهو عليه السلام من خط بأنامله الكريمة منهاج النهضة الحسينية المباركة التي ننعم ببركاتها وبهذه العزة والسمو والشرف والخروج من ذل العبودية التي أرادتها لنا المخططات والأفكار الأموية من خلال تغييب الفكر وطمس الحقائق وجعل الناس عبيداً لسلطانهم الجائر وأتباعاً لمملكتهم الخاوية. فكانت كلمة الفصل والموقف الحاسم لكشف زيف بني أمية وتعريتهم من خلال حكمة مولانا أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام وتمهيده
لنهضة الإمام الحسين عليه السلام، وكان هذا الموقف ترجمة مثالية لحديث الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. سادتي الأكارم، علينا اليوم أن نعي كل ما يدار من حولنا من مخططات ودسائس من قبل أعداء الدين والمذهب وبثهم الأفكار الهدامة التي تزرع في أفكار أبنائنا وبناتنا، وتحاول حرفهم عن طريق الحق وجادة الصواب، ونحذرها ونقف أمامها بكل ما أوتينا من قوة لبناء جيل متحمس متذرع بالمبادئ السامية التي رسمها لنا الدين الإسلامي الحنيف، ونهتدي بحديث من نحيي ذكراه هذا اليوم، حيث قال عليه السلام مولانا أبي محمد الحسن: عجبت لمن يفكر في مأكوله كيف لا يفكر في معقوله. فالتفكير السليم وتحكيم العقل هما الطريق السليم الذي يوصلنا إلى جادة الصواب والفوز برضا الباري جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، لقد عانى إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام كثيرا في حياته في سبيل الحفاظ على وحدة الدين وإعلاء كلمة لا إله إلا الله، فحياته السياسية ورعاية إدارة شؤون المسلمين كانت شغله الشاغل، لكنه عليه السلام لم ينقطع عن العبادة والتهجد، فقد ورد أنه أنفق جميع أمواله مرتين في سبيل الله، وبادر إلى تقسيم أمواله 3 مرات مع الله، وحج 25 حجة وقيل أكثر من ذلك. أما شؤونه مع العيال وأهل بيته فقد كان مثالاً للأب الحاني والأخ الناصح، يصل الأرحام ويرعى شؤونهم كثير الكرم، ملاذاً للمطرود، كهفاً للخائف، ناصراً للمظلوم، مدافعاً عن الحقوق. أيها الأخوة الأكارم، مهما كتب وما قيل في حق بحر الجود والكرم، لا يكون نقطة واحدة في بحر جوده الطامي، ولكن من باب التقرب ونيل الشفاعة ولجنة في بحرهم المتلاطم من خلال إقامة هذا الاحتفال البهيج الذي تقيمه الأمانتان العامتان للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، بالتعاون مع الهيئة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن المجتبى، وللسنة 16 على التوالي، لنكون مصداقاً لقول الإمام الرضا عليه السلام: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، الذي صار شعاراً نعمل بهديه لإحياء أمر السبط الأكبر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في هذه المدينة المباركة المعطاء، مدينة العلم والعلماء، التي تكللت وتوسمت باسم مدينة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، واختصت بإقامة هذه المناسبة الكريمة ألا وهي ولادة الإمام الحسن عليه السلام. ختاماً، نشكر الباري جل وعلا أن مد في أعمارنا وأعماركم في هذا الشهر الفضيل، شهر الرحمة والمغفرة، والشكر كل الشكر لهذه المدينة ولأهلها الكرام ومواكبها العامرة لاحتضانهم هذه المناسبة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موفور الشكر والامتنان يا
الأستاذ السيد عقيل الياسري على ما تفضل به من كلمة طيبة لخدمتكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم سيدنا، وأسأل الله لكم التوفيق والعافية. نبقى وإياكم مع كلمة الهيئة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، يتفضل بإلقائها المهندس حسن الحلي، يتفضل محفوفا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. السادة المشايخ مع حفظ الألقاب والمقامات، الأخوة ممثلي العتبات المقدسة، أهل البيت العتبة العباسية، الأخوة من العتبة العلوية المقدسة، الأخوة من مسجد السهلة، من مزارات الحلة، مزار بكر وأحمد بن طاووس، الأخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم أخوتي في الهيئة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، أرحب بكم أجمل ترحيب وأنتم تحلون أخوة قبل أن تكونوا ضيوفا أعزاء في المهرجان المركزي السنوي 16 لولادة كريم آل البيت عليه السلام. قبل 60 عاما، ومن حاضر من أهل الحلة الكرام من عمري فما فوق، يعني الشباب، قبل 60 عاما أقيمت النسخة الأولى من هذا المهرجان بنسختيه الأولى والثانية في مزار أبي الفضائل أحمد بن طاووس. في السنة التي بعدها أراد المتصدون أن ينقلوا هذا الاحتفال إلى هذا المكان المقدس. هذه المعلومة إن شاء الله تسجل. في ذلك الوقت سنة 1961 أو 62، وأنتم تعرفون الظرف السياسي في هذا الوقت، وبوشاية من بعض الواشين منع هذا الاحتفال، وبقي ممنوعا إلى أن وفقنا الله وتصدينا لإحياء هذا المهرجان المبارك. أقمناه حسب ما تعرفون لسنين عدة في مقام معجزة رد الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام، ولظروف قاهرة في المقام ارتأينا أن نقيمه هذا العام في هذا المكان المبارك، مرقد العلامة ابن إدريس الحلي قدس سره. وبدأ الأمر وكأنه لطفا وتقديرا من الله سبحانه وتعالى في تسليط الضوء على مساعي الأجداد وإحياء لذكراهم ومساعيهم في إحياء ذكر آل البيت عليه السلام. ومع تحقق مثل هذه الأجواء المباركة الرائعة، صرنا نتمنى أن تقام النسخة القادمة أيضا في هذا المكان المبارك، إن أبقى الله لنا حياة أطال الله بقاءكم. الأخوة الحضور، هذا المهرجان كان بداية عمل كبير ودؤوب لأخوانكم في الهيئة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. نتج عنه مؤتمر علمي لفكر الإمام الحسن يقام سنويا مع جامعة بابل، وصلنا هذا العام إلى نسخته 10، ويعقد في شهر صفر الخير من كل عام،
وأقيم على مدى أكثر من نسخة مسابقة حفظ وإلقاء لخطب الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بين مدارس المحافظة المتوسطة والابتدائية والإعدادية. بنين وبنات، ونعلن هذا العام عن تشكيل كشافة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بالتعاون مع كشافة الكفيل وبجهود مباركة من عضو الهيئة الأستاذ محمد خضير جزاه الله تعالى خير الجزاء. هؤلاء الفتية الذين رأيتموهم هم النواة الأولى لهذا المشروع المبارك. الشكر والتقدير للمتوليين الشرعيين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، الشيخ عبد المهدي الكربلائي والسيد أحمد الصافي، وأخص أخي السيد أحمد الصافي بخالص الامتنان على دعمه الكبير طوال السنوات لكل النشاطات التي تقيمها الهيئة. الأخوة مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة ورؤساء أقسام العتبة والمنتسبين جميعاً، شكراً لكم لجهودكم على تعاونكم اللامحدود، جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الجزاء. الشكر موصول إلى أخي السيد عقيل الياسري رئيس قسم الشؤون الفكرية في العتبة العباسية المقدسة الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة معنا، جزاه الله خير الجزاء على جهوده المباركة. شكراً للحضور من الأخوة من العتبات العلوية ومسجد السهلة والمزارات المحيطة بمدينة الحلة، شكراً جزيلاً لحضوركم، نحن الضيوف وأنتم رب المنزل. نشكر الأخ المهندس نعمان مرجان والقائمين على هذه الحسينية المباركة على سعة صدرهم وتعاونهم معنا، شكراً جزيلاً لكم جميعاً. الأخوة في قناة كربلاء، تقديرنا العالي لكم ولجهودكم في كل سنة، تقبلوا منا خالص الشكر والامتنان ولجميع مسؤوليكم. الأخوة الإعلاميون من العتبات، من القنوات، من المدينة المباركة، دائماً أنتم أهل الدار وقلوبنا قبل أيدينا مفتوحة لكم، شكراً لكم لحضوركم مشاركتكم في هذا المهرجان. القوات الأمنية لم تقصروا كما هي عادتكم، شكراً جزيلاً للأخوة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات. أعتذر عن الإطالة وأختتم كما عادتي بدعاء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. ارفعوا أيديكم معي، قال الإمام الحسن المجتبى دائماً يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العلي العظيم. شكرا لكم لحضوركم، بارك الله بكم. شكرا جزيلا للأستاذ المهندس حسن الحلي على هذه الكلمة الطيبة، تقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال. أنا اللي أرجو أنه كل ما تعبتم، إحنا في هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله في ذكرى ميلاد الإمام الحسن المجتبى على حبه، صلوا على محمد وآل محمد. تقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال. نبقى وإياكم مع الشعر والشعراء والوزن والقافية، مع مشاركة شعرية لقصيدة من الشعر العمودي للشاعر الدكتور حسن المعموري.
يتفضل يحيي الصلوات العاليات على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على السبطين العظيمين الحسن والحسين، وعلى جدهما سيد الكونين وخاتم النبيين، وعلى أبيهما قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين ويعسوب الدين، وعلى أمهما الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، محفوظة أسماؤكم، سامية مراقيكم وألقابكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكى القرآن الكريم عن خليل الله إبراهيم دعاءه الذي يقوله جل وعلا في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الضمير في إليهم يعود على ذرية إبراهيم، ولا يعود على الوادي ولا على بيت الله، فنحن مشمولون بأن تكون أفئدتنا متجهة نحو آل إبراهيم، آل محمد عليهم السلام، أينما كانوا وأينما حلوا وأينما ارتحلوا. وهنيئاً لمدينة الحلة الفيحاء هذه السمة العظيمة أنها وسمت باسم كريم أهل البيت عليهم السلام الإمام الحسن المجتبى، وهي دعوة في هذه الليلة الرمضانية المباركة، ليلة النصف من شهر رمضان الفضيل، أن تتجه أفئدتنا نحو كريم أهل البيت عليه السلام، فنحج إليه بقلوبنا. ولذلك أتشرف بأن أقرأ على مسامعكم الكريمة قصيدة بعنوان حج إليك. يهوي إلى حرم الزكي كلامي، ويطوف سبعا في علاه غرامي، وأظل أسعى في رباه مهللا، بين الحجيج ملازما إحرامي، إذ أي ركن أستظل بفيئه، أم أي حجر طاهر ومقامي، وملبياً أن لا إله سوى الذي يرضى بآل محمد إسلامي، مستمسكاً بالنور أحمل فجره، أرمي به شيطان كل ظلامي، وأفيض من ذاك الشموخ مقصراً، فالسعي لم يبلغ محل تمامي، يتوسل الغفران مشعر خطوتي، يتوسل الغفران مشعر خطوتي، متزودا بالحب فيض غمامي، وأتم في سبط النبي مناسكي، يتعجل الحسنى لديه وآمي، أرنو إلى قرب يبل جوانحي ظمآن، جئت إليه بين زحامي، وأطوف في تلك الشمائل واردا، لا ماء زمزم بل ولاء إمامي. يا ليلة الميلاد أسرى ضوءها بين القلوب ليستفيق هيامي، توجت منتصف الصيام بطلة علوية الساعات والأيام، فبدا بك الحسن الزكي وليدها، بدرا تعاهده السنا
بذمامي وبنور وجهه أستطيب ليالياً بيضاء يمنع صفوهن منامي لأهيم في ألق فريد مجتبى من جذوتين فأنتشي بمدامي يا سيدي هذه بضاعة واله خجل فإني ما بلغت مرامي فإليك ميثاق المودة سرمدا وعليك يا ابن الطيبين سلامي وعليك يا ابن الطيبين سلامي وسلامي عليكم ورحمة الله وبركاته. مفهوم الشكر والامتنان للشاعر الأستاذ الدكتور حسن المعموري على هذه المشاركة الطيبة. أسأل الله لكم التوفيق والعافية وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال إن شاء الله. استثمارا للوقت نبقى وإياكم مع خادم أبي الفضل العباسي عليه السلام الذي يقول في حق سيده: خدمناك بشرف وانت الشرف كله وغيرك عمل عباس ما يحلى. جاء إلينا حاملا عذر عمه العباس عليه السلام وفي مولد جده الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. نبقى وإياكم مع الشاعر محمد الياسري يتفضل محفوفا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. يا الله أفلح. نحن في مدينة الكرم والكرماء ومحتفون بكريم آل البيت، وهذه الصلوات لا تليق بكرم آل البيت، فاسمعونا صلاة تليق بالحسن المجتبى بأعلى أعلى أصواتكم. الله صل على محمد وآل محمد. بعدها مو قوية، تعبتوا. هو الأيام يشتم من هوانا ومحمد بيش وصفه، من هوانا عدنا قلوب تصرخ، من هوانا يسمعنا صلاة محمدية. سادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خل تنسى القبور البالبقيع كبار، خل تنسى القبور البالبقيع كبار، والنصاها يعرف رفعة البيها، مو شرط البناء بقبة لو شباك، السماء بلا يذني والله بانيها. يوم 15 قبل القمر مخلوق، يوم 15 قبل القمر مخلوق، بس عباس وحسين اللي يشبهونك، احلى من الحسن والحسن يمك ضاع، تشبه غار حراء النبي عيونك، الملائك علمتون المسلمين الصير، وانت النبي يوسف كان بمتونك. لما ولد الامام الحسن المجتبى عليه السلام قالت فاطمة لعلي: يا علي سمه. فقال: ما كنت لأسبق باسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء النبي الأكرم أو النبي الأكرم وقال: اللهم أعيذه بك وولده من الشيطان الرجيم. وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى وسماه حسنا، ولم يكن يعرف هذا الاسم في الجاهلية. مبارك يا علي، هنيئا يا علي، موفق يا علي، وهذا الولد سميه حسن، يا بل حسن، ها كخبة تستاهل. مبارك يا علي، وهذا الولد سميه حسن، يا بل حسن، ها كخبة تستاهل.
محمد أنا جدة وفرحتي بهاليوم مثل وقعة بدر. وتخيل الحاصل دعاين يا علي يا علي، وشوف السمات بي يشبه هيبتك من تطلع تقاتل. دعاين يا علي وشوف السمات بي يشبه هيبتك من تطلع تقاتل. قبل ما بذن أذن صوت منه يقول أشهد الله ربي الحاكم العادل، وأشهد أنت جد المصطفى. ورد قال أبوي المرتضى ما يرضى بالباطل. شقل لك يا علي شسولف يا علي، ولا تهون بنتي وياك. الحسن من كل شجاكم عارف وكامل، أوصيكم علي والعبرة بي تحوم تخنق والقلب ليها السضل جافل. هابو يبجفلتي الصيح للزهراء وعلي كظمي ويقل شبيك ما قابل. سولف يا محمد شنه المأذيك، قلقنا ونرتجيك تخفف الكاهل. جبل قلبك حمل وتحمل وما طاح، اشو هسه انكسر ما نعرف الشايل. او هل اتى وحي وكنت محملا برسالة ام ما جرى لتكبلا؟ فاجبت معتصرا معتصرا كقبضة حيدر. يا حيدرا يا فاطما لا تسألا ماذا أقول وفي الفؤاد مصائبا عما يدور بخاطري لن يحملا. هذا الذي سميته وشممته وبقيت في أوصافه متأملا. يا حسرتي سما غدا يسقونه وبعينه غوث لنا يشدو فلا. أما له أو والدا وكذا أنا تحت الثرى ننعى الحفيد الأولى. قال أتى وحي وكنت محملا برسالة أما جرى لتكبلا؟ فأجبت معتصرا كقبضة حيدر. يا حيدرا يا فاطما لا تسألا ماذا أجيب ماذا أقول وفي الفؤاد مصائبا عما يدور بخاطري لن يحملا. هذا الذي سميته وشممته وبقيت في أوصافه متأملا. يا ويلتي سما غدا يسقونه وبعينه غوث لنا يشدو فلا. أما له أو والدا حتى أنا تحت الثرى ننعى الحفيد الأولى. حتى أنا تحت الثرى ننعى الحفيد الأولى. آه على أيامه وشبابه أحلامه وعلومه. آه على أوجاعه ودموعه وندائه وجروحه. آه فلن أتقبلا وستكشف الأيام سر مدامعي، وستكشف الأيام أني مبتلى. أكريم آل محمد لا يكرم قد أوقدوا حزنا به ناس بلا علم فهل من عارف بحقوقنا يحمي الذي من علمنا متوذلا. يتقاتلون لقتلنا لكننا رغم القتال وقتلهم لن نقتلى. بغضا بيك يا أبو حسين ما يحبون، ولدك صار ولدك موتهم عاجل. الحسن من ولد فرحان ناس وياي وميزهم وعرف بيهم يجامل. هسان بحياتي شلون بعد الموت اخاف من الطعن والناس نتغافل. ورغم كل شي واطبق مبدأ ابراهيم واقول اللي يتبعني وياي والعايل
إلى رب العاين منا ما أبتاض وادعيله وأبرر موقفه بجاهل بمثل ما عامل العاملني مو بالطيب لا بالطيب عامل كل من يعامل بمثل ما عامل العاملني مو بالطيب لا بالطيب عامل كل من يعامل العلي عيونه جفت ريت بيها يشوف علي دمعش كثر من ينظنك هامل لازم ننتصر والدم ضحية يصير واصبر يا علي واصبر يا علي ولا يهمك العاذل من عندك أريد ويا الحسن لحسين يقتلونه ويعري بمقتل القاتل وحتى من الزمن أطمن وأرتاح والصم البنين تخلف الكافر واسمعها الشكر والامتنان لخادم أبي الفضل العباسي عليه السلام الشاعر محمد الياسري محيطكم علما بأنه ستكون هنالك مشاركات طيبة لنخبة من شعرائنا الكرام وهم يبدعون في رحاب الإمام الحسن المجتبى عليه السلام سيكون معنا خادم أبي الفضل العباس عليه السلام الشاعر أصيل السلامي وثم الرادود المميز والوجيه بالحسين عليه السلام علي عبد الحسين العنبر ومسك الختام سيكون مع خادم أبي الفضل العباس عليه السلام وبالمدينة الحلة الشاعر محمد الفاطمي أسأل الله لكم التوفيق والعافية نبقى وإياكم مع سليل الخدمة وبمن مضى في هذه الخدمة المباركة لآل بيت النبي عليهم السلام الذي يقول في حق مولاه أبي الفضل العباس عليه السلام ربحان اللي بأستاجي الخدامة بيدب الحشور صك السلامة ربحان اللي بأستاجي الخدامة عمي الكشافة ليكم أتنومس ها بيدب الحشور صك ربحان ربحان اللي بأستاجي الخدامة بدم الحشور صك السلامة شرف تاج الملوك بهالخدمة يعلوك شرف شرف تاج الملوك بهالخدمة يعلوك بدب الحشور صك السلام بدب الحشور صك السلام صلوات نبقى وإياكم مع خادم أبي الفضل العباس عليه السلام الشاعر أصيل السلام يتفضل محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد ومن بحر القصائد أكتفي فلوصف جودك كل حرف لا يفي إني ومن بحر القصائد أكتفي فلوصف جودك كل حرف لا يفي أرى الحروف الحائرات مقصرة وكل بحر ببحر روحك يصطفي لا لم أكن من قبل يوما شاعرا لكنها صاغت قصيدا أحرفي يا علة الأسرار يا صبط النبي أنت الزكي النقي أنت الحفي أنت العلا ومن علي طاهر ابن البتول وكل الثابتات نفي يا علة التكوين يا ابن الكسى فيك المدار فقل للدائرات قفي بنو أمية للتأريخ حاكت زورها ونورك الوضاء حاشا يختفي مزقت تاريخ الطغاة بحقدهم
مزقت تاريخ الطغاة بحقدهم وغدوت نجما رغم كل تعسفي أنت الممهد للطفوف ونهجها سيف الحسين بظل فكرك يكتفي أنت الإمام ابن الإمام وسيفه أخ الحسين بعلو شأنك اكتفي يا تاريخ عذرا أختلف وياك يا تاريخ عذرا أختلف وياك راح أحكي لأعرف ما يقولونه شنو يعني الصلح عد سيف ذي الفقار جبل تقدر تطيح خزرة عيونه ما يهتز ما يهتز كأن نية الكرار لو ان عرض السما يوقع على متونه ما ينخطف لون قبال ايا كان مو اسمر وابيض حيدر بلونه ما ينخطف لونه قبال ايا كان مو اسمر وابيض حيدر بلونه ردنا نوصفه بس الوصف يركض صار الشعر واهل الشعر عجزوا يوصفونه ولد يعقوب لو للحسن هم اخوان لحد هاليوم شا ظلوا يعبدونه واصل كربله كان الكرم وياه يترس بالزلم جسام ماعونه ما شايف النوم ما شايف النوم الليل كله يتام دور لرواية مغمض جفونه اسمه على المسمى الحسن كل احسان لحد هسه العرب لجفوفه مديونه الطف كان خيط الطف كان خيط وهو راس الخيط اش علينا من المقاتل ما يذكرونه خلش ما يغطي يتعب التاريخ الحسن مثل الشمس فنهم يغطونه خلش ما يغطي يتعب التاريخ الحسن مثل الشمس فنهم يغطونه هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غفور الشكر والامتنان لخادم أبي الفضل العباسي عليه السلام الشاعر أصيل السلامي ونبقى وإياكم مع حنجرة عباسية طيبة ومع الوجيه بالحسين عليه السلام مع خادم أبي الفضل العباس روحي فداه فرارية الأستاذ علي عبد الحسين العنبر يتفضل نحييه بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. لما تفرع لؤلؤ الرحمة يلتقياني صلت على الهادي ملائكة السماء واستبشر القرآن غيبة أحمد وعلي أشرق فيه علي ثاني والبضعة الزبراء تزهر مرة أخرى بمولد أول الأغصان حسن ويا لله من حسن به فينا تجلى خالق الإحسان ما بين كفيه سحابات الندى تسعى
فتحيينا مدى الأزمان ما بين كفيه سحابة الندى تسعى فتحيينا مدى الأزمان حسبي إذا ما مر في ثغري هفا قلبي وطيبت الحروف لساني إلقوا القميص على فؤادي وارفعوا إلقوا القميص على فؤادي وارفعوا صلواتكم لأرام وغيراني صلوات علي حسين العاملي بدا الحب بعوالمنا من أول ما شرق وجهك أنا وقلبي ولساني أمرت لنا ندهون وبدينا بأمرك ندهك عبرنا شكم زمن عابر شكثر دورنا بالوادي وشفنا اللي تشبه بيك ولا شفنا الذي يشبهك الدخيلك من إلك تنقال مولاي يا كريم أهل البيت الدخيلك من إلك تنقال يا كلمة تماثلها دخيلك تعتبر تسبيح مو إلا يطيح بشدة قائلها دخيلك بالشدد مولاي دخيلك بالشدد مولاي ودخيلك حين لتحلها دخيلك وانت لوقتك الناس بمنزلك ترتاح أكثر من منازلها اي والله دخيلك وانت لوقتك الناس بمنزلك ترتاح أكثر من منازلها كرم جفك بديهي يصير من سالف بيه ما أقدم ما إلي وصف كرم الإمام الحسن عليه السلام كرم جفك بديهي يصير من سالف بيه ما أقدم المميز بيك من تكرم لحد سابع ظهر تكرم المميز بيك من تكرم لحد سابع ظهر تكرم بحيث تنعم انت عليه النعمة البزر بزرة تم بحيث تنعم انت عليه النعمة البزر بزرة تم الخير يخص تقول الناس الخير يخص تقول الناس بس عندك الخير يعيم صلاة إلهي بحق كريم أهل البيت يشافي ويعافي جميع المرضى بحق صاحب هذه المناسبة وبكرمه يقضي حوائجنا وحوائجكم جميعا بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد يا الله إذا سمحون من رخصة السادات تاج راسي الأيادي فدوى أروح لكم ليلة فرحة الله يعطيكم العافية الله يبارك فيكم استبشر الدنيا
وفاطمة فرحانة استبشر الدنيا أنا وفاطمة فرحانة بنور الحسن هالليلة بنور الحسن هذا جوابك بنور الحسن هالليلة بنور الحسن استبشرت استبشر الدنيا أنا وفاطمة فرحانة هلا استبشر الدنيا أنا وفاطمة بمن بنور الحسن هالليلة بنور الحسن بنور الحسن هالليلة قمر لو هذا الحسن شنو جابت فاطمة نور الدنيا بجماله وفرحة تملاك السماء قمر لو هذا الحسن شنو جابت فاطمة نور الدنيا بجماله وفرحة تملاك السماء وجه أزهار عانة تسحار هذا شبر إلى مظهر جنة حماي الحمى أثمار علي سورة علي أثمار سورة وفرحة المعمورة بنور الحسن هالليلة بنور هلا هلا أعلى بنور الحسن هالليلة بنور طمعا الجواب نور الحسن جاوب ايه عين بعيون النبي هاي اول نظرة له جد فرحان ويلول بثغرة قام يقبله عين بعيون النبي هاي اول نظرة له جد فرحان ويلول بثغرة قام يقبله ما يهده حضنه مهده باس جده وشمل خده بالصلاة كليله يا جمال عيونه الباري شعشع كونه يا جمال عيونه الباري شعشع كونه بنور الحسن هالليلة بنور هلا هلا بنور الحسن هالليلة بنور بنور الأعد أعد للشاعر اياد الديراوي غاتي اكتملت القمر بقدومه هاي اولت الكرم عمره يوم المضيف بحور واملاك ازدحم اكتملت القمر بقدومه هاي اولت الكرم عمره يوم المضيف بحور واملاك ازدحم ابو الكلفه روحة ترفع والضيفة يبوس شفة تلوق لبزغرة الشيم والضيوف تنادي مبارك علي الحادي والضيوف تنادي مبارك علي الحادي بنور الحسن ما شاء الله بنور الحسن بنور بنور الحسن يوسف جزء من حسنك حسن بي يوسف جزء من حسنك حسن بي عطر والسبعة بالمولد حسن بي حضن بنت النبي اللي حسن بي وعلى وجه الشمس شع نور ضي صلوات يا الله يا الله شباب هو الهوسات لكم ها يا علي مولاي الحسن جينا كذا تحسبنا انصارك فرحنا بمولدك اليوم بالميلاد نتباريك مولاي الحسن جيناك إذا تحسبنا انصارك فرحنا بمولدك اليوم وبالميلاد نتبارك وباكر نحتفل بالعيد لما تنبني دارك وباكر باكر نحتفل بالعيد لما تنبني دارك والمهدي القائم ابني والمهدي القائم
والمهدي القائم ابني والمهدي القائم مهدي القائم ابني والمهدي مو بالدار مو بالدار فوق الدار تعزب يا الكرم تنقض تحلفهم بجبرائيل طيور السمع ليك تحط بجناح يشيل بجناح يشيل الطير ما ترضى هذا ينقض بجناح بجناح يشيل الطير ما ترضى هذا يلقط ولو طار يشيل بجنحال لو طار يشيل هلا لو طار يشيل بجنحال لو طار نارك نارك ما طفت هيهات لي النهار بد ما تهيد بنهارك تشتعل الزاد للي يريد والما يريد وذاب الليل وذاب الليل للدخان ليش تدل التايه من بعيد تدل التايه من بعيد نارك ما طفت هيهات ليل نهار ابد ما تهيد بنهارك تشتعل الزار للي يريد والما يريد وذاب الليل للدخان تدل التايه من بعيد وما تطفى النار بديوانه ما تطفى النار هلا ما تطفى النار بديوانه ما تطفى النار اي ما تطفى النار بديوان قلبي بكم يا لطاغى مغرم وبحبكم انا ذائب ومتيم فاذا وقفت بمدحكم اترنم صلى الجميع عليكم وسلموا مفروض الشكر والامتنان للعزيز والطيب والأستاذ خادم أبي الفضل العباس عليه السلام الرادود علي عبد الحسين العنبر تقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال وصلنا وإياكم إلى مسك الختام اتفق الجميع على أنه ستكون مشاركتي إن شاء الله في هذه الليلة باسم الإمام الحسن المجتبى روحي الفداء وبهذه القصيدة الطيبة في حب مرجعنا دام ظله الوارف سماحة المرجع الأعلى السيد علي حسيني السيستاني ولا أعتقد بأنه سيبخل علينا بإبداعه في هذه الليالي ونحن في جوار سيدي ومولاي في جوار ذلك الذكر المبارك في ليلة طيبة مباركة باسم الإمام الحسن المجتبى روحي فداه وأقول وجاه شمع عمر ضوى الميلاد وجاه وكرم كفك يصيب الراح والجاه خدمتك سيدي خدمتك هي كل المال والجاه خدمتك هي كل المال والجاه بخيرك يا الحسن تمطر علي على حب سيدي ومولاي الإمام الحسن صلوا على محمد وآل محمد بهذه الأبيات استقبل خادم أبي الفضل العباس عليه السلام الشاعر وبالمدينة الحلة الأستاذ العزيز أبو حيدر محمد الفاطمي بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد ريحانة الزهراء يسألك الندى والعرش في صدر السماء تنهدا تهفو القلوب لراحتيك توسلا أكرم فكفك في العطاء تفردا أغنيت عين السائلين كرامة
أشبعت بطن المكرمات تعبدا المجتبى والمؤمنون معزهم قد كنت في الصبر الجميل مهندا فالصلح لا يعني بأنك خاسر بل كنت في الصمت الرهيب مهددا حاربت طاغية الزمان بهدنة والسلم في وجه الزمان توردا فشروط هدنتك العظيمة أسست للنصر نصرا للحسين وموعدا لولاك ما قام الحسين بثورة أنت الذي للطف كنت ممهدا واسيت جسما للحسين بكربلا فسهام نعشك في الفداء واسيت جسما للحسين بكربلا بسهام نعشك والفداء تجسدا لك في القلوب منائر ومنازل وبنيت في قلب الحقيقة مرقدا وبناظر الأيتام كنت كحيدر ولصورة الإسلام كنت محمدا يستفزنا بمولدك جرح البقيع مقصرين وياك يا القبرك حجر 15 رمضان بي ذكرك قليل وعود نبكي لك دمعتين بصفر ملتهين خادم يستفزنا بمولدك جرح البقيع مقصرين وياك يا القبرك حجر 15 رمضان بي ذكرك قليل وعود نبكي لك دمعتين بصفر ملتهين ومن نزورك من بعيد مدري صوج الزمن لو صوج البشر وانت تعذرنا لان صاحب مضيف وزعلك نرضيش ما طالوا كبر نجيب راس حسين ونمشي عليك وانت ما تقدر ترد مشيتنا عيد وخادم خادم ممنون ملتهين ومن زورك من بعيد مدري صوج الزمن لو صوج البشر وانت تكرمنا لان صاحب مضيف وزعلك نرضيش ما طالوا كبر نجيب راس حسين ونمشي عليك وانت ما تقدر ترد مشيت نحو وقبل قصيدة سماحة السيد سليل الإمام الحسن قعدت رد تفطر على السفرة وإجا ببالي صاحب العصر والزمان ولك من هاي القصيدة استثار ويكتب ليها صاحب الزمان إذا ظلت ببالكم من باكر من باكر من تمتد السفرة إن شاء الله ويمر ببالك صاحب العصر والزمان قصيدة رمضانية شهر رمضان والوادم تريد الصوم وانا الصايم عمر رمضان مو رمضان قالوا علي هلال وقلت وجهه هلال قالوا ما يهل قلت اعتقد زعلان انا عرفك ترف تختلف عن الناس رابي ويا الورد وجفوف ديك حنان وبقيت اتسحر بفرقاك خبزة واخ واشرب ماي وابقى لشوفتك عطشان ويطول النهار فدوى اروح لدموعكم خادم شهر رمضان والوادم تريد الصوم وانا الصايم عمر مو بس شهر رمضان قالوا على هلال وقلت وجهه هلال قالوا ما يهل قلت اعتقد زعلان انا عرفك ترف تختلف عن الناس رابي ويا الورد وجفوف وديك حنان وبقيت اتسحر بفرقاك خبزه واخ
واشرب ماي وابقى لشوفتك عطشان، ويطول النهار بوينك وما جيت، ومد الشوف مثل الحن عالبيبان، وشامت خدك ابرد رغم جونا الحار، وتخيل احضانك وافتح الذرعان، ويداهم خيالي الهسه وين تبات، عديا جرح يسهر نمشك النعسان، اي يا المهدي ويا من فطرت اليوم، فكريجك المغرب تمر يا بستان، وصلي لك وما اعتمد على اذان، صلاة الشوق للغالي شوكت ما كان، قال وخادم اي يا المهدي ويا من فطرت اليوم، فكريجك المغرب تمر يا بستان، وصلي لك وما اعتمد على الاذان، صلاة الشوق للغالي شوكت ما كان، قال وما يرد ما يرد، قلت لهم امتاني هو الحب حالات الانتظار. ان شاء الله استمتعتوا، الله يبارك فيكم ميزان اعمالكم. ختاما الى صاحب المهدي، سموها قصيده السستاني ولكن انا عنوانها صاحب المهدي، لسلامته ولسلامة كل العلماء وسلامتكم والامتداد إن شاء الله لهذا المهرجان، أتمنى منكم تحية للصلاة بالصلاة على محمد وآل محمد. كشاف الريت من عندكم هذا الشعار، الشعار الولائي، تاج تاج على الرأس سيد علي، يا سيد التاريخ، يا سيد التاريخ شأنك أكبر، فأبوك حيدرة وأمك كوثر، يا سيد التاريخ شأنك أكبر، فأبوك حيدرة وأمك كوثر، أحنيت ظهرك للعراق مودة، يا مرجعا للحب جرحك أخضر، أطفأت نار الطائفية كلها وبروحك السمحاء نار تسعر، يا والد الأيتام كيف جمعتنا بعباءة وسؤالنا يتعذر، أعباءة سوداء يكبر حجمها أم أننا تحت العباءة نكبر، صارت مؤسسة بنظرة عطفها فالعين نبع للحنان ومصدر، يا مؤنس القرآن حين تفسر آياتك البيضاء خط أحمر، آياتك البيضاء لما أصدرت فتوى الدفاع فهب حشد أسمر، آياتك البيضاء بالبشرى أتت قد جاء نصر الله فلتستبشروا، آياتك البيضاء تنزف حكمة فهناك بعد النصر حرب أخطر، آياتك البيضاء تنذر وعينا من حرب فكر فاستعدوا واحذروا، ما زال شعبك بالسلاح ووعيه أسد على كل السواتر يزهر. أعيد وخادم، أعيد خادم خادم ممنون خادم خادم، قبل شوية قال أنا مستعجل أريد يكرمونا قبل فقرتك السيد المري التكريم، الرسامين والخطاطين يستاهلون التصفيق، وعيد وخادم يستاهلون التصفيق. خادم، يا مؤنس القرآن حين تفسر آياتك البيضاء، آياتك البيضاء خط أحمر، يا مؤنس القرآن حين تفسر آياتك البيضاء خط أحمر، آياتك البيضاء لما أصدرت
فتوى الدفاع فهب حشدنا أسمر. آياتك البيضاء بالبشرى أتت قد جاء نصر الله فلتستبشروا. آياتك البيضاء تنزف حكمة فهناك بعد النصر حرب أخطر. آياتك البيضاء تنذر وعينا من حرب فكر فاستعدوا واحذروا. ما زال حشدك بالسلاح ووعيه أسد على تلك السواتر يزأر. تلك الدماء الزاكيات حفظتها فدم الشهيد بكل وقت يحضر. يا صاحب المهدي في أحزانه يا صاحب المهدي في أحزانه فدموعك الحمراء سيف يثأر. ها أنت كالحسن الكريم بصبره فالناس صحراء وصبرك يمطر. ها أنت كالسبط الغريب بكربلاء بين البواتر والأسنة منحر. ها أنت تعطش كالخيام وزينب شفتاك من حر اللظى تتفطر. ولطبرة الكرار تنزف هامة ولعصرة الزهراء كلك تعصر. وهناك في البيت الصغير حكاية للزهد حتما في النفوس تؤثر. وهناك في البيت الصغير حكاية للزهد حتما في النفوس تؤثر. رجل حكيم عالم ومفكر وصراط حق للأمان ومعبر. رجل ملائكة السماء تحبه تصغي له الأفلاك حين يكبر. لا يملك البيت الصغير لنفسه سكن القلوب وبيته يستاجر. قالوا فمن هذا؟ الله على جمالكم. قالوا فمن هذا؟ وقلنا فاصبروا هو كف حيدرة فلا تتخيبروا. ملك التواضع والتواضع ثوبه هو جار حام الجار لا يتكبر. قالوا بأن الصمت خوف واضح وأجابهم بالصمت وهو الأجدر. فالصمت في فوضى الكلام شجاعة والصمت في كبد المعاند خنجر. خادم استاذ أصيل سلام خادم. قالوا بأن الصمت خوف واضح وأجابهم بالصمت وهو الأجدر. فالصمت في فوضى الكلام شجاعة والصمت في كبد المعاند خنجر. قالوا وهذا الشعر قد غالى به. قلنا وكل الشعر فيه مقصر. هو باختصار لا شبيه لشخصه هو مرجع في الأرض لا يتكرر. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لكم التوفيق والعافية وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال. نختم إن شاء الله بدعاء الحفظ مولانا صاحب العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أمل الملتقى إن شاء الله في مهرجانات أخرى. إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.